السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. اليوم أنا بالمدرسة طبعا جاي أدا أصور الليف. ما شاء الله ما شاء الله، هواي هواي كثران عن المرة السابقة. ما شاء الله النحل يعني متجمع عليه كلش على الورد ماله. طبعا زاحف مثل ما تعرفون، هو الليف نبات متسلق فزاحف جدا جاء على الجدار. ان شاء الله بعد فترة هذا الجدار كله يصير اخضر. طبعا ما شاء الله اكو اشواك هواية، هم ما اقدر يعني اتقرب من كل مكان، بس ما شاء الله المنظر روعة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.